مروة الطالبي اخصائية التغذية، رمضانك مبروك. شكرا، رمضانك مبروك. صباح النور وصباح الفل. لله سؤالنا اللي نحبوا نعرفوا اجابته، كيفاش نهيئوا صغيراتنا باش يصوموا شهر رمضان اول مره؟ هو برشا اولياء يتسائلوا اسكو الصغير يتحمل الصيام؟ التركيبة جسم الأطفال تنجم تقاوم ساعات الصيام هذه الكل؟ هي جينيرالمون السن نتاع نبداو فيه الصيام هو سن البلوغ. معناها البنات من 12 ل 14 والأولاد من 13 ل 15. أما كيما عاودونا آبائنا قبلها هكا من 7 8 سنين يعلمونا نخيطوا، نقولوا نحن نصيموا شطر النهار وإلا ساعات نصيموا حتى نهار بنهار، وهي فكرة باهية معناها خاطر وقتها معناها هكا البدن وسورتو الطفل ولا الطفله تستانس بالصيام تدريجيا. باهي دونك في سن البلوغ هكا ينجم الصغير يصيم، سينو اذا كان نبداو قبل اذا كان الاولياء هكا يحبوا يبداو من 7 ل 8 سنين فما شروط لازمها تكون موجوده. اول حاجه لازم يبدا الوزن نتاع الصغير وطوله متلائمين مع عمره، ما يبداش عنده نقص في النمو والا ميزانه ناقص ولا مشاكل صحيه زاده والا زاد عنده مرض مزمن زاده ما ينجمش يصيم. وزاد اهم حاجه لازمنا نهيئوه نفسانيا، معناها ما نجمش نجي نهار رمضان نقول له راك باش تبدا تصيم، معناها وكان نحضروه وسورتو نعرفوه على الاعراض كيفاش كي معناها كي ما يعرفش كيفاش يتعامل مع جسمه الا تبدا ماكلته ماهيش صحيه، شنو الاعراض اللي تنجم تصير له. وهو محبذ معناها ولا مش محبذ كي صغير في 7 سنين يصوم؟ بالعكس هو محبذ اذا كان، لا اذا كان يصيم شطر نهار. واكثر حاجه محبذه انت اذا قلت اذا كان نحبوا نعاودوه حتى نهار كامل 7 سنين يصوم سبع نهار سنين كامل 7 سنين شطر نهار. وماذا بينا زاد صيام عكسي، معناها ياخذ فطور الصباح وسورتو كي يبدا يقرا ونص النهار هكا يحس شويه بالصيام، وزاد البنا نتاع شقان فتره مع العائله اللي يبداو صايمين. دونك 7 8 سنين والا زاد اذا كان 9 سنين صحته باهيه والصغير هو يحب يصيم ينجم يصيم حتى نهار بنهار. انت وصحه الصغير وانت وهو كيفاش مهيئ كوثر هو كيفاش القابليه نتاعو، معناتها خاطر فما اللي هو يبدا متشجع ويقول انا نحب نصوم حتى هو صغير، دونك تخليه ما تقولوش لي وتعلمه. لازم الشروط هذوما يبداو موجودين وزيدا لازم مراقبه، معناها يبدا لازمنا نراقبوه ما نخليهوش هكاك صايم، سورتو فما اسس معناها نتاع تغذيه سورتو في العمر هذا في العمر الصغير صغير. كيفاش نتعاملوا مع الصغير اذا كان هو صام مثلا لقى روحه عنده فشله دوخه تحلو السكر؟ هو فما دي سينيو كيما نقولوا عباره حاجه حمراء، معناها اول حاجه يعرق اكثر من اللازم، يفشل تحس حركه الصغير ماهيش عاديه، الكونستيباسيون معناها تنجم صغير يوصل حتى يتوجع، معناها زاد هذوما حاجات لازمنا نكسروا بهم الصيام كريمون معناها، ولا نشوفوا مختص خاطر ما نخليوش صغيرنا يوصل للحاله هذيك. باش ما نوصلوش للاعراض هذيا الخايبه فما حاجات نعملوهم سورتو في التغذيه. اول حاجه لازم التغذيه الصحيه وفاريي وتتقيد بها العائله الكل، خاطر ما نجمش نقول صغير مش كان الصغير صحي، ما نجمش نقول له راك لازمك تاكل صحي ومتنوعه ماكلتك وانا حتى مشروبات غازيه على الطاوله وزوز انواع نتاع نشويات والخضره شبه مفقوده، معناها بالحق لازم الطاوله تكون متنوعه من كل حاجه شويه. النشويات باش تعطيه طاقه، الخضره باش تعطيه فيتامينات واملاح باش يعوضك الصيام، نحكي هنا سورتو على المراهقين اللي ساي دخلوا معناها في الصيام ولا اجباري، معناها خضره تعطي فيتامينات تعوضك فتره الصيام، ولا البروتينات كسوا دجاج اسكالوب ولا حتى عظم، معناها هذيك باش يحافظ على الكتله العضليه. بالنسبه للامهات اللي عندهم صغار يقراوا وتعرف توا في المدرسه وتلقاهم يحبوا يقلدوا بعضهم، هو يمتنع على الماكله وهو ما يلزمش للتركيز نتاعو لقرايته، تلقاه يعاند يقول لك انا ليه انا صايم مانيش ناكل وقدام العبيد ما ياكلش، دونك يعدي نهار كامل تقريبا ما ياكلش. هذه لازم المراقبه، ما تنجمش لا تنجم تقول له لي ومزيدا ما تنجمش تخليها على كيفه. اخصائي التغذيه ما نجموش نلقاو له حل في حاجات
وقت اللي ياخذهم يعطيوه الطاقه اكثر باش ما باش ما يفشلش باش ما حاجه مثال نجموا تقاوموا السحور اذا كان باش يصوم شطار نهار والسحور لازم يكون متركز على الكربوهيدرات المعقده بسيسه دراع بان كومبلي نجموا نعطيوه فواكه جافه زاد كعبات زوزه هكا فيها اوميغا 3 وبهي للصغار معناها يكون فاغي الماكله بتاعه من كل حاجه شويه واهم حاجه كثر هي ليدغاتاسيون سورتو معناها للي باش يصيم شطار نهار ولا باش يصيم نهار كامل حتى نحن الكبار معناها ترتيب مهم ياسر في رمضان للصغار لازمهم يشربوا من شقال الفطر للسحور قريب حتى 8 كيسان ماء هذا اباغ الخضره اللي باش تعطيه ماء اباغ الغله الصغار ما يقعدوش فايقين في اللي باش يشرب لك 8 كيسان ماء نجم نعملوا لهم دي سموثي معناها نجم ما يسالش نجم نعمل لهم حتى عصير والعصير يشربوه هو صحيح ديما نحن ماذا بينا الغله هما فايقين شويه معناها من شقال الفطر نقولوا احنا للتسعه نتاع الليل بعد اكيد باش يرقدوا معناتها اي في السحور زاد باش يخو ما يشربوش الماء نحاولوا نعملوا بالحق المستحيل انه ياخذ الكميه نتاعو وزيد كما قلت مش ماء بركه في الشربه زيد الشربه زيد كيما قال الدكتور معناها الشربه لازم تكون فيها برشا ماء وبرشا خضره السلطه زيد باش تعطيه كميه باهيه من الماء وكيما وزيد نحب برشا لي جو خاطر راهو صحيح هو دو بريفيرونس ياخذ كعبه الغله باش يستمتع بك الالياف ولي فيتامين اما فو كو هو باش يسيم اول عام رمضان باش يفرحوا بيه اي جو دو فريز معاه كيوي حاجه يحبها هو وحاجه يستمتع بها السكريات ليهم الصغار زاد كيف كيف كي الكبار ماذا بيه يبعد على الحلو ماذا بيه ولا نورمال خاطر عمره صغير ياكل كيما يحب يظهر لي فيه مش كيما يحب معناها ديما ماذا بينا حاجات صحيه شوي مش حاجه خاطر تعرف تو كيما كيف ياكل حاجه حلوه معناها حلويات سريعه الامتصاص في السحور عنده ريسك انه يجوع اكثر في النهار علاش قلنا ديما ماذا بينا الكربوهيدرات معناها المعقده هي اللي ما تخليش البيك دانسولين تطلع بيك انسولين معناها باش يعاود يطيح باش يعاود يجوع فهمت ديما ولا زاد ما نحرموهوش معناها باش نجم ياخذ شوكولا نواغ ديما ماذا بينا كلمه لي ما تقالش ما نقولوش انتيغدي سورتو للصغار اما ديما هاكا نوجهوهم لحاجه صحيه اكثر منها حاجه تضرهم من بعد ميرسي مروة الطالبي ان شاء الله نهارك زين ونهارك اسعد الايام جيجي وين وصلتوا كملنا اللازانيا اي سلطه حاضره والكنافه في الفور واو 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 هذه اللازانيا نتاعنا اي يا عيني يا عيني اي فذكرنا عزيزتي في اللازانيا عملنا اللازانيا بالدجاج وزيناها بالماجستي بالحق الماجستي روعه بصراحه الموتزاريلا والفخوماج تحكي لنا عن بنتي على هاي شكرت هي لا بالحق لا بالحق هو دايوغ الموتزاريلا نتاعنا في ماجستي يحبوها برشا ناس اللي جربها يحصل راه جربت انت ولا ما زلت؟ انا بيان سور انا ما نجي الكوجين انا نجرب هكا وذقت عاد انت في الايامات الاولى قبل رمضان فوالا فوالا دونك الموتزاريلا بالحق روعه على الاخر اون بليس فيها البلوك كما قلنا وفيها المبشور وماهيش هكا اللي مالحه برشا دونك حتى هي على هذيك باش تعطي في الكنافه بالكدا وهذاك شنو حاطين فيها احنا حاطين كما نوعين نتاع موتزاريلا اوكي يعطيكم الف الف صحه سينو انا اليوم باش نحكي لكم على لي بلاك دو كويسون اريستون اون فير نوار اللي نشوفوا توا احنا البلاك قدامنا بلاك بالغاز على البلار هو تصميم قائم على الشعولات المركبه فوق البلار واللي يعطي منظر مزيان وعصري ويسهل عمليه التنظيف لي بلاك متاعنا فيهم تنظيم الطاقة التدريجي اللي يتمثل في 9 درجات تسمح بتعديلات تدريجية مما يوفر دقة أكثر في ضبط الطاقة المستخدمة البلاك أغيستون موجودة عند تو لي روفوندور ديليكتروميناجي وين تنجموا تكتشفوا أكثر شواء متاع دي بلاك هيلة البلاك بالحق هيلة 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 ومزينة من الفوق يعطيك الصحة جيجي يعطيك الصحة سمير نستنيو الكنافة تخرج أيوة نشحروها نشحروها ونشوفوها بيان سور أكيد هذاك باش تزينوها وتحطوا لها البيستاش وتحطوا لها ما لازم الكل وإحنا نمشيو أون فورم أون
فورم بيان سور باش تكون معايا هجر ادريس. اهلا بك هجر، صباح النور. وباش يكون معنا اليوم سيف الفرشيشي. اهلا وسهلا، صباح النور مبروك عايشك. باهي نبداو السبور يا هجوره في رمضان. احنا نعرفوا السبور مفيد وهذا ما عادش فيه نقاش، وديما تقول وتوصي باش نلعبوا السبور، لكن في بعض الاوقات ينجم يكون مضر في رمضان. وقتاش يكون السبور مضر؟ اول حاجه نقولوا تصوموا بالصحه واحسن انديس نتاع صحه اللي انت السبور نتاعك ما تقصش عليه، السبور اللي انت تمارس فيه في وسط العام. بالنسبه الانسان اللي يمارس في كارديو ورياضه عاديه ماذا بيه ينجم ينقص في الوقت، وماذا بيه قبل شقان فتره بشويه. واللافونتاج اللي في رمضان راك تنجم تحرق الكريس على خاطر تو دو سكر يهبط. فهمت؟ دونك بالنسبه للمراه مثلا في دارها تحب تحط معناها طيب عشاء يقعد كان على البريك وتخرج. دايما راهو فما نساء اللي قالوا لي هكا قول الهيجر. اي فهمت. قول لها هكا قالوا تعرفوا اللي انا وصلت. قل لها كيفاش تعطينا نعملوا حركات نجموا نعملوهم، رانا مش كل شيء نجموا نعملوه. وفي الدار هو توا اعطينا يبداو اول رمضان 20 مينوت ماخش وبعد قناج، معناها بالنسبه لي في الدار اللي باش تحط اللي باش تعمل في الدار دونك تحط عشاها وتنجم تعمل ليشوفمون اللي حكينا عليه. وبالنسبه اللي عندهم بروغرام دو مسكولاسيون وكونفيرمي باش نخلي لهم سيف يحكي عليهم. اما ماذا به الواحد حتى كان يتعب شويه ديباسمون باهي، سي ان انديس دو بون سونتي. فهمت؟ الحاجه الخايبه اللي ما يلزمش واحد مثلا يبدا مش ماكل بالدا ولا مش متسحر ويقوي على بدنه حتى لين يحس بالدوخه، ولا لازم يكون يتعب شويه وي، اما لو بليزير كيف تاكل وانت تعبت معناها عرقت وكل شيء وبعد شق الفطر وبعد ترتاح، هذاك لو غران بليزير. هذاك البليزير ليسونسيل ما تحسش بدوخه، ما تحسش بفشله، خاطر باش تطيح السكر بعد باش يبدا الكريس يتحرق، سيرتو كي تبدا مثلا تعمل ماخش غابيد ولا ثم شكون يجري. ماذا بيك زاده تدخل كيناج، تعمل الكارديو وتعمل شويه كيناج بالنسبه للمراه في الدار تبدا هكاك. من بعد تزيد حاجات اخرين حتى بدنا يستنسب. اما خير هو في رمضان المشي هكا خفيف، مشي ماخش والا جري مثلا؟ لا فما شكون ما يجيبش يجري، تو بالنسبه للنساء اللي حكيت لي عليهم قبيله ماخش غابيد باهي. ماخش غابيد. كان باش تعمل في الدار هذيك تولي ايشوفمون سور بلاس وكل، وكان لبرا ماذا بك تمشي اون بلانير كيما حكينا وتعمل ماخش نتاعك معناها غابيد. تتعب شويه مش مشكله، باش تعطش لازمك تحس بك سور باسمون هذيك حتى بسيكولوجيكمون ينفعك، وتعمل توصل للدار تعمل شويه ايتيرمون والكيناج نتاعك. وهذا تمرين يتسمى خفيف بالنسبه للسيدات في الدار. صحيح. معناها وقت التمرين احسن وقت بالنسبه للنساء، خاطر يظهر لي التوقيت باش يتبدل مع سيف. اي التوقيت مع سيف كونفيرمي قبل شقان الفتره بساعتين. ما تنجمش تبعد ياسر على خاطر باش تتعب، يتيح لك السكر و معناها تقرب لشقان الفتره كي تعمل السويعه نتاعك هذيك تلقى روحك قريبه لشربة شربة ماء. اخر وقت معناها كي نكمل الجريه ندخل ديريكتومون نشق الفتر. قلت لي جري هاك تجري. لا انا عاد فما شكون معناها كي نكمل نحبك اللي نحبك اللي هكا قد نجي انا وشقان الفتر. ومن بعد ما نكمل نشق فتر وكل شيء نرتاح ساعه ساعه ونص نكمل شويه كيناج وكل شيء، اما الحقيقه انت والبدن شنو يطلب وشنو اوكي. سيف بالنسبه للمسكولاسيون في رمضان كي مشي تريني وقتاش احسن وقت يترنيو فيه؟ الو قبل ما نقول احسن وقت، احسن حاجه نمارسوا الرياضه. فما عباد يخدموا مثلا قبل شقان الفطر، دونك اوبليجي عليهم انهم يترينيو بعد شقان الفطر. دونك فماش خير من الرياضه نقول لهم ما ترينيوش، لا بيان سير باش يترينو. فما عباد يخدموا بعد شقان الفطر، دونك ننصحوهم يترينيو قبل شقان الفطر. بالنسبه للعباد سامحني، بالنسبه للعباد اللي ليبر في وقتهم وقتها نوليو ننصحوهم انه الوقت اللي يساعدهم سلون لوبجيكتيف نتاعهم، كان باش ينقص كريس والا يحب يحافظ على الكتله العضليه نتاعو. على التوقيت عنده دخل في الـ شنو هو يحب يعمل؟ بيان سور بيان سور عنده دخل. وقتها هو ليبر وسلون لوبجيكتيف نتاعو يحب يحافظ على الكتله العضليه نتاعو، وقتها ننصحو يترينا يعمل رونفورسمون بعد شقان الفطر، يعمل مسكولاسيون والا حتى طفله تنجم تعمل مسكولاسيون نتاعها بعد شقان الفطر. بعد شقان الفطر برشا كي يجي رمضان يخافوا. يقول لك جي رمضان باش نضيع اللي عملته، باش نطيح البيرفورمانس نتاعي، باش نخسر ماس مسكولير. راهو معناتها بدايه
bien structuré معناتها ماكله بروغرام تاع ماكله راهو باهي مع بروغرام دونترينمون معناتها بيان ديتاي وكل شيء نجم تحافظ على الكتله العضليه نتاعك انت جوست ا كونديسيون نقصوا من الانتونسيتي نتاع الخدمه نتاعنا يعني ما نترينيوش كيما في سير الايام خاطر البدن نقص دي نيتريمون في النهار معناتها نقص تغذيه نقص برشا حاجات على العاده دونك تكون الحصه التمرين نتاعنا معدده اي سينو نوليو ندخلوا في الذروره كيما كانت ساعه تولي نص ساعه سينو نولي ذروره وفيرتيج وبرشا حاجات مدام هاجر نورمالمون يقول لي مدام هاجر قد ولدي ما تبانش برشا باهي وكي تقول باش ينقص الجريس وقتاش احسن توقيت في دونك احسن توقيت بالنسبه للعباد اللي تحب تنقص الجريس في الوزن وكل شيء قبل شرقان الفطر علاش وقتها البدن يولي ياخذ ديريكتومون من الدهون يستعملوا كسورس دينيرجي وقتها كي تعمل كارديو تترين قبل شرقان الفطر دونك هو الحل اللي يخير لك باش انك تنقص في الجريس نتاعك. باهي توا احنا حكايه الكرش هذيا معناها مقلقة مقلقة وقلقة خاطرها أصعب حاجة تنقص في الميزان الكرش يبدا بالزيت خاطرها أكثر باغتي يتراكموا فيها الدهون في الجسم باهي رجال ولا نساء ما رجال ولا نساء كيف كيف خاصة نساء وأنت قلت لي باش تعمل لنا تويكا حركات باش نجموا نحضر لكم نقضيوا عليها محضر لكم أربع اكزرسيسات سامبل بازيك ساهلين للناس الكل فيهم دي زوبسيون نيفو 1 2 و 3 تنجموا تعملوهم وين ما انتم معناتها في السال دو سبور والا في باركور دو سونتي والا ميم حتى في الدار فما عباد مثلا تقول لك عند يسيبوا برشا اعذار يقول لك ما ترينيش مثلا سال دو سبور ولا حاجه ما عندكش سال دو سبور تترينا في تخرج تعمل مارش تابي هكا كيما انت تمشي باركور تابي ما تنجمش في الباركور في الدار تترينا دونك ما عندك نهار من سبور تنجم تترينا ما نخلقوش الاعذار توا احنا في الساله في الساله نتاع الدار في الساله في بورتمي وحط التابي نتاعو وباش يعمل التمارين نتاعو دونك بعد ليشوفمون اللي عملناه في السيونس اللي فاتت دونك اللي ما تفرجش يعاود يرجع باش يتفرج ياخذ فكره على ليشوفمون اللي عملناه لا عاد هذاك مش في رمضان اعطينا حاجه سامبل باقي سامبل جوست موبيليزاسيون ليزارتيكولاسيون في دار اللي كنت سامبل لا لا سامبل الناس الكل الناس الكل نجموا نعملوا هكا نجموا لي زيبول كيف كيف ليزارتيكولاسيون نتاع البدن الكل فهمت نجموا هاي نزيدوا نطلعوا شوي باش نطلعوا شوي في الفريكونس كاردياك دونك نجموا نوليو نكزو دي روتاسيون سور بلاس هكا برا دوات برا غوش ميم برانسيب لي دو برا فيغ لافون فيغ لاغيير اليفاسيون جينو تالون فيس دونك هذوما كل نجموا باش نسخنوا مليح نطلعوا شوي في الفريكونس كاردياك نتاعنا ونلقاو روحنا جاهزين للحصه التمرين نتاعنا وليزيكزارسيس اللي حاجتنا بها. يال الوغ اول اكزارسيس ديجا خدمناه وفسرناه السيونس اللي فاتت دونك غيناج الناس الكل نعرفوه على المرافق سور لي كود دونك نجمو نخدمو سور لي جنو هكايا على ركابي ساهله دونك نكبس كرشي لو ماكسيموم والا نخدم على لي بوان دي بيي نحاول نخلي بدني الكل اليني بدني الكل يكون فرد خط نكبس كرشي لو ماكسيموم ونركز في التكنيك نتاعي وبيان سور في الريسبيراسيون نتاعي. نجم نخدم بالوقت نخدم 30 سكوند وبيان 40 سكوند. كي ترتاح كيفاش تعمل؟ نرتاح جوست يرتاح نخدم 30 سكوند 40 سكوند نرتاح 15 والا 20 سكوند كرونومتر تليفوني بحذايا ونخدم على روح وفاو لي 15 سكوند 20 سكوند نتعدى الاكزرسيس اللي بعده والا نخدم دوزيام والا تخوازيام سيري كل حد وكيفاش يحب اوكي كما انا الاكزرسيس الجيناج دونك عندنا كرانش على ظهري ساقايا مثليين لي تالون تاعي كولي او سول لاصقين في القاعه هكايا اوكي لي ما كوم سا ديغيغ لي زوغي نحاول نطلع نكبس كرشي لو ماكسيموم ونهبط اوكي دونك في طلوع نحاول نخرج الهواء دونك جيكسبير اي جانسبير بروفونديمون نجبد الهواء بخشمي في الهبوط ونطلع ونخرج الهواء واضح اب نعمل نجم 2 ا 3 سيري فوا في 30 سكوند او بيان 40 سكوند اوكي كل حد ونيفو نتاعو وكان مره ذي عملت سيري واحده الجمعه الجايه اقرا حسابك باش تعمل زوج سيريات نجمو ثلاثه سيريات كل مره نحاولوا نطلعوا شويه في نيفو نزيدوا في الوقت وانا نزيدوا في السيريات سيف علاش ما نعملوش الجيناج خضر هذه صعيبه شويه لو غيناج سور لي كود هكا خاطر ثما 4 سورت دو غيناج لاتيرال نجمش تعملهم دونك نجمو نعملو غيناج لاتيرال بيان سور بي سايف الحركه الثانيه الوغ كرانش دونك ساقايا كولي او سول لاسكين في القاع ديما لي ما ديغيغ لي زوغي نحاول نطلع
نكبس كرشي ونرجع. دونك نخرج الهواء في الطلوع ننفخ نجبد الهواء في الهبوط. اي جيكسبير اي جانسبير. اوكي دونك اللي نجم يعمل سيت ابس دونك هاو نجم يطلع لو ماكسيموم ويهبط في عقله. دونك عندنا بلوزيور نيفو دونك نجمو نتابعو. سينو بالنسبه للجيناج عندنا خدمنا جيناج فاسيال دونك عندنا جيناج كوستال كي من هكا سيغ لي كود نحاول نهز حزامي الباسان الفوق اي جو مانتيان. اوكي اوكي بيان سور ديما نفس الوقت نتاع الخدمه اللي تفهمنا فيه 30 40 والراحه 15 اي 20. نخدم لودو. دونك عندنا جيناج لاتيرال دونك يدي مثنيه بريسك 90 درجه 90 دوغري. حاول ندخل حزامي قدام اوب سور لي جنو او بيان سور لي تالون. اوكي لو بلوز امبورطون نحاول بدني كل يكون الينيي ونكبس لو ماكسيموم لا سانتور ابدومينال اوب كوم سا او بيان كوم سا. هذا لي زوبليك هذوما الجناب. الوغ عندنا لي باتمون دي جامب دونك اكسيسيبل ا توت لي فام نورمالمون. وي دونك نجم كوم سا ساقاي مطلوقين لي جامب توندو نجم زين صعب شويه سور لي كود زين صعب شويه سور لي ما زين صعب شويه. خلينا في الاولى شويه لي دو جون خلينا في الاولى. دونك وعندنا نكملوا لي زوبليك زاد كيما كي نحاول نطلع نخلي ديما لي زابدو كونتراكتي سو تونسيون ديما مكبشين الميسك اللي يبدا مكبش. دونك نحاول نمس لي تالون تاعي انكلينيزون لاتيرال ونركز لو ماكسيموم الفوكس الكل على لي زوبليك. اوكي هذه باهية ونحاول نغزر القدام ما نسيبش رقبتي التالي باش نبعد البريسيون من الرقبة. دونك نغزر قدامي نطلع نكبس كرشي لو ماكسيموم اي جو توش مي تالون كوم سا هوب نجم نماركي بوز صغيرة. دونك اون سكوند هوب اي جو شونج اون سكوند هوب اي جو شونج. اوكي دونك دي زيكزارسيس سامبل بازيك نجمو نخدموهم في الدار في لي باركور دو سونتي ونجمو في سال دو سبور. يعطيك الصحة يا سيف. ميرسي ميرسي ان شاء الله نهارك زين. هجورة زادة كيف ان شاء الله نهارك زين واسعد الايام. ايا البنات جيجي سونيا حضرت الكنافة وشحرناها بالشحور وزيناها بالبيستاش. هيلة هيلة على الاخر سلطتنا مزينة لازانيا كيف والكنافه نتاعنا زاد كيف كيف هايله برشا. يعطيك الصحه جيجي يعطيك الصحه سونيا. نشكروا جيرات لاغ دو لا ميزون على لي اكسسوار المزيانين هذوما وكيتشن هاوس على الديكور والكوجينه هذه الكل. نقول لكم شهيه طيبه ان شاء الله ملتقانا غدوه في نفس التوقيت وباي باي.